مرحبا، هلا وسهلا فيكم. سلام يا جماعة. اليوم بدنا نعمل انبوكسنج لواحد، اثنين، ثلاث، اربعة، خمسة باكجات. خمس صناديق من وين؟ من امازون. في واحد مش من امازون بس مش عارف. يلا نبدا. يلا الاول. الأول شو هو؟ ويب كام. أوكي، ويب كام هذه جبناها للكمبيوتر، عبارة عن ويب كام. أول ما بتفتحها فيها غطاء للويب كام، هذه يعني بلاستيكة هيك. الويب كام فيها أول إشي ترايبود صغيرة، والويب كام نفسها. ورجيهم اياها. واو، شو شوف الكاميرا. واو، اوكي. طيب شو فيها اشي غريب؟ اول اشي هاي الكاميرا، ايوه هيك، بتنحط هيك على الكمبيوتر. طبعا يو اس بي. فيها فويس بتسمع مايك بتحكي منها. وفيها اون اوف، بتقدر تضوي وتطفي ال anyway. حنجربها ونحكي لكم شو راينا فيها قريبا ان شاء الله. البوكس الثاني يا ادم. طبعا نوعها ما لها نوع، ما اسمها ويب كام، نوع غريب يعني. صراحة أنا هدول بخاف منهم اللي ما لهم هيك ولا نوع ولا إشي. لازم تجربهم كويس. شلناها مع إنه من أمازون مفروض. هذا مش من أمازون. أنا صراحة مش عارف شو هو هذا. من وين شريت؟ أشوف بالله. لا طيب، هذا اجاني من الصين هدية. بقول انا مش حاجز اشي من اوكي. هذا يا جماعة من الصين هدية. خلينا نشوف شو هي. من الجامعة تبعتي اللي درست فيها بالصين. خلينا نشوف شو هي الهدية. واو. انت بدك كاسة عن 50 سنة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وكندا. عارفين اني هون، فبعتوا لي هاي الكاسة. اشي حلو جميل، اتذكرك الجامعة اللي درست فيها على شغلة زي هيك. very nice. Thank you يا جماعة. صراحة أنا استغربت شو هذه الشغلة اللي مش طالبينها من أمازون إحنا. anyway نايس. هذا هذا outdoor webcam. هذا يا جماعة في شيء غاد تمام ورقه. outdoor webcam، خلينا اورجيكم اياه شوي. اوكي، هذا الويب كام. اول شيء طبعا كتالوج، وهذه الكاميرا نفسها. هاي بتنحط خارج المنزل. الحلو فيها انه بطاريتها بتضلها شهرين. اوكي. الكاميرا بتضلها حوالي شهرين لثلاث اشهر تشحنها. بتقدر تفكها وتحطها. مايكرو اس بي شاحن، وعباره عن هذا الماونت اللي بتلزقها في وهي وايرلس، ما بتحتاج وايرز.
عشان تقدر توصلها شو بسموها الواي فاي، يعني عن طريق الواي فاي. فبس عليك تحطها برا البيت. حنجربها وإن شاء الله نحكي لكم رأينا فيها بصراحة. هاي شغلة كويسة لأنه ما بدها وايرز وما بدها أشياء تطلع. إيش؟ هذا alarm clock. أوكي. هذا يا جماعة جبته لآدم. آدم عنده مشكلة الصبح. عندي two alarm. بس تصحى عليهم؟ آه. والله؟ يعني ما بدك إياه؟ أنت ما بدك إياه؟ طيب هذا عبارة عن شغلة حلوة مفروض انها طلع الكتالوج تبعها كتاب اوكي في شغلات. خلينا نشوف شو جوا. اوكي طلعوا من ورا يا جماعة. هذا سبيكر. في سبيكر وفي انبوت اللي هو يو اس بي عادي بيجي معاه الشاحن، وفي اوتبوت. طيب خلينا نشوف. في كتير كبسات هون صراحة. نجرب. This came back from a search. ممكن مو شاحن. اوكي هي هاي عبارة عن الارم ضوء وموسيقى مع بعض. حنجربها ونعطيكو خلينا اشوف احكي لكم شو فيها هون. هيها فيها FM راديو وفيها 20 brightness setting يعني بتغير sunset simulation و LED time display multiple set of alarms و sunrise simulation. حلو اوكي نجربها ونحكي لكم شو راينا فيها قريبا. هذا اخر واحد. خلينا نشوف شو هو. واحد هذا البوكس جوا بوكس. طيب هذا عباره عن ديسك لامب لايت وفي اي بروتكتورز جوا. هنا نفتحه نشوف شو فيه. اوكي هذا هو هذا اللايت وهذا الشاحن تبعه. اللايت زي ما انتم شايفينه زي هيك. اوكي الحلو في هذا اللايت انه الاون اوف تاتش وفي هون يو اس بي. تقدر تحط اليو اس بي هذا وتشحن منه التلفون تبعك او الايباد او الايبود. فهذا بكون دائما في اليو اس بي. تقدر الشحن زي ما انتم شايفين تقدر تضوي تطفي التايمرز تقرا تخفف الضوء وتزيد الضوء. طريقه حلوه نجربها ونحكي لكم. كله ليدات طبعا ليد زي ما انتم شايفين. تقدر تلفه زي ما بدك بنفس الزاوية اللي بدك إياها. هذه الشغلات اللي جتنا اليوم حبينا نشارككم فيها. شو رأيك يا آدم؟ هم interesting أشياء. إذا في حدا interested فاحكولنا شو رأيكم. بدكم نعملكم إشي ريفيو من هدول بلغونا. أوكي. بدكم شوف الريفيو عملوا لايك كومنت وسبسكرايب عشان تشوفوا كل الحركات. سلام. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.